ويخص شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، اللي هي جعل راتب العاملين في القطاع الخاص مساوياً لما يتقاضى طبعاً أقرانهم في القطاع العام. وهذا الموضوع طبعاً مهم وأثار اهتمام الكثير من المواطنين، بالتالي راح تكون الأرقام موجودة أسفل الشاشة اللي حاب يشارك ويبدي رأيه حتى نوصل صوته ونشوف يا ترى هل هو مع أم ضد هذا القرار. اليوم طبعاً أقرت مديرية دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل طبعاً خلدون حيران أن جهود الدائرة تصب في اتجاه الإسراع بإقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد كونه يضمن امتيازات كثيرة. وأوضحت حيران في حديث للصحيفة الرسمية أن من بين هذه الامتيازات أن راتب العاملين طبعا في القطاع الخاص سيكون مساويا لما يتقاضاه أقرانهم في القطاع العام، وهناك أيضا تواصل مستمر مع مجلس النواب لغرض التعجيل بالتصويت على هذا القانون، وتابعت أنها تأمل التصويت عليه خلال الأشهر الأولى من العام 2023 لينال جميع العمال المضمونين والمتقاعدين حقوقهم التي تنص عليها القانون. يعني اليوم الراتب الخاص بالتقاعد اللي هم يعملون بالقطاع الخاص وأيضا التقاعد والراتب التقاعدي اللي يتقاضاه المتقاعدين من طبعا القطاع العام راح يتساوى بالأرقام، وأعتقد هذا نوع من أنواع العدل. اليوم مو فقط اللي يداوم بمؤسسة ودائر حكومية واللي يداوم في قطاعات خاصة وخدم هذا البلد كله حسب موقعه، أكو تذبذب بالأرقام الخاصة بالرواتب. لابد أنه الجميع يتساوى بالحقوق مثل ما الكل متساوي بالواجبات، يجب أن يتساوون بالحقوق. فهل يا ترى أنتم مع هذا القانون أن يكون أكو تساوي برواتب المتقاعدين بالقطاع العام والخاص؟ لو أنتم ضد هذا القانون، يعني راح يجي واحد من المتقاعدين بالقطاع العام يقول لا أنا لازم راتبي يكون أكثر، يجي شخص من اللي يتقاضى تقاعد من القطاع الخاص واللي خدم بالقطاع الخاص يقول لا أنا أريد راتبي يكون متساوي. أو العاملين طبعا مو فقط اليوم المتقاعدين، أيضا هذا القانون ينص على أن اللي يتقاضى راتب وحاليا هو ما زال مستمر بالعمل ومستمر بالخدمة يتقاضى راتب حال اللي يعمل بالقطاع العام. البعض أيضا ممكن يعترض من العاملين بالقطاع الخاص يقول لا شغلي أكثر جهد أكثر طاقة. فأنا أريد أعرف اليوم رأيكم مشاهدينا وحبايبنا من خلال الأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة، هل يا ترى أنتم مع أن يتساوى الراتبين في القطاع العام والقطاع الخاص لو ضد هذا القانون؟ ويانا اتصال منه نجاح. نجاح من واسط، صباح الخير يا نجاح وسنة خير وبركة عليك، تحياتنا لك. هذا القانون المهم اليوم أصبح متداول بمواقع التواصل الاجتماعي وأعتقد رح يكون قيد التنفيذ في الأيام القادمة، فهل يا ترى أنت مع هذا القانون لو ضد هذا القانون؟ لا ضد. ليش؟ احكي لي وضح لي. راتب البرلمان مساوي الجندي العراقي هسه؟ لا بالتأكيد مو لو لا. زين أبو البرلمان يستلم كذا مبلغ وخدمته بالبرلمان أربع سنوات، زين الجندي العراقي ضحي بدمه وبعائلته ومحافظته بعيدة عنه وكل هذا يجي تقاعد مالته 500,000. شوف أنت ضربت مثل يعني قبل مباشرة قفزت على عضو البرلمان، عضو البرلمان موضوعه مختلف يعني من زمان مو اليوم. ليش 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 هذا 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 قاعد بالتبريد وهذا قاعد بالشمس، صح لو لا؟ صح مو لو لا؟ يا الأهم يعني اكو مصاريف، اكو حمايات، اكو سفر، اكو كذا بعض الأمور اللي ما ممكن انه بعدين هو يسن القانون، عضو البرلمان هو يسن القانون، انت قفزت على طيب ماشي. خلينا نضرب أمثلة أخرى، يعني أنت ذكرت حلو أوكي منتسب الجيش وخلي نقول الطبيب أو المهندس اللي يعمل بإحدى دوائر الدولة، قد تكون وزارة الكهرباء أو وزارة الصناعة والمعادن وغيرها. فأني اللي أريد أقوله اليوم اللي يعمل بالقطاع، خلينا نبعد يعني المناصب القيادية والرئاسية ورئاسة الوزراء وغيرها والبرلمان، خلينا نتحدث عن باقي القطاعات الأخرى. أنت مع أنه تتساوى
الرواتب لو ضد؟ لا ضد طبعا طبعا. زين يعني انت شنو شغلك؟ انا اريد اعرف يعني بالقطاع العام تعمل لو الخاص؟ لا انا قطاع عام. قطاع عام زين. نعم. اليوم يعني انت مقتنع براتبك لو لا؟ لا ما مقتنع. ما مقتنع بالراتب؟ ما مقتنع براتب. يعني هسه انت تجيب ابو الشهاده زين، ايش بيه ابو الشهاده؟ تجيب ابو الشهاده تعبان وام عربيه وتلقى راتبه يعني هيك شيء مبلغ بسيط، وتجي تلقى واحد لا عنده شهاده ولا ام عربيه وجايبها من خارج غير دوله تزوير ويستلم راتب اضعاف راتب ابو الشهاده. ما هو التساوي بموضوع الرواتب بما يخص القطاع العام والقطاع الخاص بالتاكيد اكو ضوابط، يعني اليوم بالقطاع الخاص اللي عنده شهاده خمام مثل اللي هو خلينا نقول ما مكمل سادس ابتدائي يخضع لنفس القوانين اللي هي موجوده بالقطاع العام. نفس القوانين، لكن انه تتساوى الرواتب، تتوحد الرواتب. فاليوم انت ما ضد هذا القانون، ايش قد ما حكينا صح؟ كاسمي كاسمي يعني. الاسمي يتوحد كاسمي، هو هذا اللي بدنا نتحدث عنه، هو الراتب الاسمي اللي يتوحد. اكيد اليوم اكو زوجيه، اكو غيرها، اكو يعني هاي التفاصيل الاخرى. ما ممكن ان اليوم شخص متزوج عنده 5 اولاد ويجي شخص اعزب هسته ومتعين بالقطاع الخاص يتقاضى نفس الراتب. لا اكيد اكو مخصصات، اكو منح، اكو غيرها من الامور اللي نعم. شكرا لك، وبالتاكيد نتمنى لك نهار سعيد، وشكرا لهذه المداخله. بالتالي مستمرين مشاهدينا وحبايبنا لاستقبال اتصالاتكم وارائكم بما يخص هذا الموضوع المهم، وبالتاكيد صوتكم ورايكم هو الاهم مو راينا احنا. بالتالي ناخذ ام احمد. ام احمد صباح الخير يا ام احمد من البصره. خلينا نشوف ام احمد يا ترى من قطع الاتصال. الشباب دائما انا ما اتفائل بالاتصالات من يكون اكو غيم ومن يكون اكو مطر، ما اعرف شبكات الاتصالات والانترنت يعني متحل هذه المعضله وهي المشكله. الدول الاوروبيه على مدار سنه كامله نشوف امطار وغيوم وما شاء الله الامور ماشيه، بس احنا من تمطر عندنا قال الكيبل الضوئي حكى ما اعرف ايش الانترنت يصير. احمد يلا ناخذ احمد. زين طول اتصال قبل ما احكي يعني. احمد من واسط صباح الخير يا احمد. صباح النور. 100 سلام. تحياتنا لك ونهارك سعيد. احمد انت مع ام ضد هذا القانون؟ انا على مود تعديل الراتب الاسمي، تعديل يعني المخصصات مالتنا. انا داوم عسكري يعني بالدفاع. زين شباب شوي علي لي الصوت حتى اسمعه. لحد الان لا قطعة ارض. زين لا راتب الاسمي يعني زين، لا ترفيعات، هو يعني احنا مظلومين وزارة الدفاع. وزارة الدفاع زين، انت منتسب بوزارة الدفاع لو ضابط؟ لا منتسب. انا منتسب. زين ايش قد صار لها خدمتك بوزارة الدفاع؟ صار خدمتي 17 سنة. 17 سنة لحد هذه اللحظة لو انت اليوم متقاعد؟ لا بعدني مستمر بالخدمة. مستمر قطعة ارض والراتب الاسمي مالتنا احنا وزاره الدفاع ضعيف يعني مو مثل بقيه الوزارات. زين. طيب هذا الامر واضح، واعتقد انت اليوم بوزاره الدفاع كل المنتسبين هم مراتبهم متساوي، ماكو فرق بين شخص واخر. بس احنا في تسليم هذا القانون يعني اللي هسه. لا هذا القانون اسمح لي حتى اوضح لك. هذا القانون يعني بعيد كل البعد عن موضوع رواتبكم. حلو. اليوم اللي أرد أقوله أنه هذا القانون ما راح يقلل من راتبكم أو ينزل من يعني إذا تسمعني أحمد، راتبكم ما علي أي ما يطرأ علي أي تغيير ولا راح ينزل من قيمته. لا، اللي يشتغلون بالقطاع الخاص راح يكون راتبهم موازي ومساوي للرواتب الخاصه بالقطاعات العامه، كل تتساوي. يعني هيك قصدي مو تعديل راتب الاسمي مال المنتسب. يعني ما سمعنا لحد هذه اللحظه عن تعديل للراتب الاسمي الخاص بمنتسبي وزاره الدفاع، ما سمعنا هكذا قرارات جديده. ممنون. تحياتنا لك ونتمنى لك ان شاء الله نهار سعيد وصحه وعافيه. ويانا ايضا محمد، تحياتنا لك يا محمد، يسعد صباحك. السلام
السلام عليكم، شلون سلامة؟ يا مرحبا نورتنا، كل الهلا بيك. الله يسلمك. ربي يحفظك. اعطينا رايك يا اخ محمد. انا موظف عقد من 2019 بصناعه المعادن. عقد زين. اي والاجر مالتي 95,000 بالشهر. طيب. وما حصلنا على تثبيت ولا انشملنا بهاي القرارات اللي اطلقها رئيس الوزراء الجديد. باي موضوع يعني ما حصلنا اي لا تثبيت ولا تعديل رواتب ولا يعني ما خصصنا شيء. صار لك كم سنه انت على هذا العقد؟ 2019. من 2019 و 2023 خلينا نقول سنتين تقريبا صار لك؟ ثلاث سنوات. اها ثلاث سنوات. اي نعم. بالشهر 90,000؟ 95,000 دينار، يسوها 100 بالعقله. هي تجينا 100 مخصصه من البادره مال الوزاره 100، 5,000 مال التقاعد. زين. مثلا 95. 95 هذا القرار اعتقد هو يعني راح يفيدكم انتم. هو يعني انت تعمل بقطاع خاص يعني تعمل بقطاع باقي يعني القطاعات اللي تابعه بالشركه مال صناعه المعادن انشملت بهاي القرارات الا يعني قسم البونتنايت يعني انا قسم البونتنايت. ها يعني انت اليوم قطاع خاص تعمل اخ محمد. إيه هذا القرار راح يكون بصالحكم انتم، يصب بمصلحتكم انتم، اليوم انتم ليش بدي اقصهم عندكم هاي ال 5,000 للضمان الاجتماعي او الراتب التقاعدي اللي حتى لا سامح الله باشر عقبه انت ما تقدر تكمل راح يكون لك راتب تقاعد، وحتى راتب التقاعد راح يكون مساوي للرواتب اللي يعملون بالقطاعات العامه والقطاعات الحكوميه، فهذا القرار ان شاء الله راح يكون بمصلحتكم. فاهمين هاي الامور ومقدرين الوضع اللي يمر به البلد. نعم نعم هذا اللي اريد اقوله. اليوم شركات الاتصالات يعني انا عندي اصدقاء صار لهم تقريبا 17 سنه 16 سنه هو يعمل بشركه الاتصالات اللي معروفه بالعراق، احنا عندنا ثلاث شركات اسيا وعراقنا وزين وكذا، فيعملون صار لهم 17 سنه اللي من ضمنهم سايق اللي سايد مونيتور اللي على البي اس اس اللي على كول سنتر اللي هو طبعا خدمة الزبائن اللي يردون على المشاكل والشكاوى، هذول اللي صار لهم 15 سنة ما يقاضون رواتب بس اسمح لي عقود. أنا حبيت أوصل صوتي. تحياتنا لك. فدوى لقلبك، نتمنى لك نهار سعيد وراح أوضح لكم أكثر الصورة. فهذول على سبيل المثال صار له تقريبا 15 أو 16 سنة بهذه الشركات اللي هي شركات أهلية متابعة للحكومة. هم يتقاضوا الراتب، طيب قضى 17 سنة من حياته ومن عمره أو 10 سنوات أو 9 أو حتى 5، ما تعين، ما راح داوم بإحدى مؤسسات الدولة، بالتالي هذا من يبطل أو خلص يكبر به العمر راح يقعد بلا راتب، لا، الضمان الاجتماعي خصص له راتب، لذلك أكو نسبة من راتبه يستقطع للتقاعد، إلى مثل ما استقطعوا من عندك ال 5,000 دينار اللي هاي حتى تضمن حقك بما يخص الراتب التقاعدي، هذا القرار اليوم الجديد راح ان شاء الله يرفع من مستوى راتبك وراح يخليك مع اقرانك من اللي هم ايضا مثبتين بالدوائر الحكوميه، وان شاء الله يتحقق العدل. و100 الف دينار شو تريد تسوي لك يعني؟ ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تحياتنا لك ورزق وعافيه. فدوى لقلبك. اذا مشاهدينا هذا اللي اريد اقوله، انا ذكرت مثل بما يخص الشركات الحكوميه، ايضا المصارف اكو كثير من المصارف اللي موجوده اليوم بالعراق هي مصارف اهليه هي ما تابعه لوزاره الماليه او كذا، فهذول اللي صار لهم اكثر من سنه يخدمون بهذه الشركات. الاعلاميين اللي يعملون بقنوات تلفزيونيه، دير بالكم ترى ما اقصد عن نفسي يعني جماعه الحسابات مو ضجهم من عندي يعني بس اللي اليوم يعملون بقنوات تلفزيونيه صار لهم بخمس سنوات سبع سنوات عشر سنوات يخدمون، شوفوا لحد هذه اللحظه اكو استقطاع من رواتبهم حتى يضمن لهم الضمان الاجتماعي وحقوقهم، واليوم ما شاء الله يعني قناتنا من ضمنها موضوعة على هذا الأمر، لذلك أعتقد هذا القرار راح يصب بمصلحة شريحة كبيرة من المجتمع العراقي. معنا اتصال آخر. ألو، من وين يا شباب؟ أبو علي من محافظة باب العزيزة، يسعد صباحك أبو علي. ألو أبو علي، نورتنا. السلام عليكم، صباح عليكم الخير. عليكم السلام وصبحك الله بالخير والبركة والعافية. حياك الله يا وردة. طيب حبيبي، اليوم أنت خوش ريقتنا من الصبح. شلون لعاد؟ احنا نحبك أنت مو طيب. تدوى لقلبك يا عمر. ريقتنا خوش ريق. الله يحفظك. لازم أكو فرق بالنواب.
زين احنا يلا. انا هسه بالنسبه لي انا خدمتي 57 سنه. زين. زين 57 سنه بالضيم وبالحروب وبال يعني قضيتها كلها ضيم بضيم. زين. وطلعت اخر 500 الا الا 3000. يعني 494 زين رحموا على امك وابوك كانوا وين اوديها؟ وعندي انا كومه عائله وهو نائب يجي اربع سنوات يخدم بس يخدم اربع سنوات ونص بس لا تنسحب روح امك ونص شهايدهم لا تعال جو وخذ راحتك ابد احكي براحتك احنا ما نقطع صوت احد اي زين كمل لي وشهايدهم مدوره زين وده ياخذ راتب ياخذ راتب ملايين والله شنو هو نائب على عينه وعلى راسي هم هسه كلهم اللي سووه عندنا شنو بس احنا خدمنا احنا سوينا احنا تعبنا وركضنا وبنينا زين ولكن هسه هم اللي سووه شنو رحموا على امك وابوك هذا القرار جيد جدا احنا نريد مساواة يعني صدقني بالله صدقني بالله يعني خمس ايام عشر ايام ما يكفينا راتبنا ونظام حاطين زينا على خدودنا ونبيع بالغراض وناكل بيها صح. كل المتقاعدين مو بس ثاني كل المتقاعدين أمانة الله ورسوله وهاي أمانة الله أريدك يعني أريدك تحكي بيها أنا حشيتها الصبح قلت أنا اليوم إذا تحسب المولد وتحسب الأنترنت وخطوط الأطفال والقرطاسية نعم. وهاي إذا لا سمح الله أنت قاعد إيجار ويعني أربع أضعاف هذا راتبك اللي تتحدث به أنت ما راح يكفيك حبيب القلب والله العظيم هسه المولدة تودي له 40 تروح له بالنت تودي له 4 بطلنا ما نريد لا نت ولا بطلنا احنا بعد فقر حسبونا ويا الفقر ما نريد لا نت ولا كل شيء تعال انه جيب نفط روح جيب مواد روح يا ماكو والله العظيم ما يكفن صح 10 ايام يا اخي العزيز يا وليدي يا حبيبي ما يكفن والله العلي العظيم والله يا عم الاعلاميين قناه الرشيد انا اشتغلت وياكم قناه الرشيد ورده يعني احنا نريد يعني صوتكم يطلع للفقراء هذا اللي احنا دائما نسعى اله واني دارد اقولها يعني كل موسم احنا نعاني من مشاكل كثيره هم زين ذكرتني بموضوع النفط تروح تترس لك هاي الحكي انت على البطاقه التموينيه بالتالي على البطاقه وتشمر لك 45000 دينار 30000 دينار 35000 دينار يعني الفلوس تسال عن الراتب الثابت يعني. نعم نعم الراتب الثابت يعني خلص الراتب انا اشكرك جدا حبيبي تحياتنا لك دعواتنا لك بالصحه والعافيه ورزق ان شاء الله مشكلة الناس والمواطنين هي مشكلة مستمرة يعني الكل يعرف وأنا ما أعرف ليش هم ما يحطون المثل قدامهم أنا ما أدافع عن أحد ولا أدافع عن البرلمانيين لكن نعرف الظروف اللي مر بها العراق ونعرف شنو عندما تكون اليوم أنت عضو برلمان ومنتخب من الشعب العراقي قبل يومين جاء من السماء أكو حمايات أكو كذا يعني على العموم راح نتحدث لكن أريد الاتصالات ما أريد أخليها فترة طويلة على الخط ويانا أبو سجاد ها ابو سجاد سمع الطوط قطع الاتصال زين فاحنا بدنا نتحدث عن اللي يعملون بالمؤسسات الحكوميه الاخرى ما نخلي قدامنا فقط عضو البرلمان يعني اليوم اكو حضور وبالتالي هو منتخب من الشعب العراقي نعم اني على المستوى الشخصي وحكيناها باكثر من مناسبه انه يخدم عضو البرلمان اربع سنوات بعدها يطلع ياخذ يتقاضى راتب تقاعدي بالملايين هذا الامر احنا ضده أربع سنوات راتبه أوكي عالي حمايات مخصصات ماكو مشكلة لكن بعد ما تنتهي الأربع سنوات يرجع للوظيفة اللي هو كان بيها وإذا عنده تقاعد يرجع للتقاعد اللي هو كان بيه هذا الشعب كله مع هذا الأمر ويانا أيضا علي من بابل صبحك الله بالخير علاوي صبحكم الله بالخير والعافية تحياتنا لك يا غالي كل الهلا بيك علي هل أنت مع أم ضد مساواة الرواتب الخاصة بالقطاع العام واللي يعملون أيضا بالقطاع الخاص وأنه تتساور الرواتب اللي يتقاضوها وحتى المتقاعدين من عندهم لو أنت ضد هذا القرار والله يا أستاذ العزيز يا ريت يعني على وين تسوي الرواتب والناس تحس أكو عدالة بين الرواتب أكو ناس راتبها عالية يعني شوف ملايين وكو ناس راتبها بسيطة يعني 90,000 و95,000 ورعاية اجتماعية يعني ودنا هذا الشيء وشيء ثاني السوق يعني من هذا قول سيطرون عليه من شلون احنا رحنا العراق رحنا السعودية أكو رقابة على السوق صعد الدينار صعد الطحين ثابت الكوارث ثابته الرغيف الخبز ثابت احنا ما عندنا شيء على الأرض مع الأسف يعني حالتنا غير حالة حكومة ما عندها سيطرة على السوق نهائيا نهائيا اليوم عندنا صعد الغاز صعد الجوار البنزين البنزين هذا بروح جزك البنزين هذا والبطاط أما الدينار شو
شو المواطن العراقي؟ ارتفعت الدولار من 122 ل 150 160 وماكو سيطره على السوق، شنو فائدته؟ شنو فائدته؟ لو اخذ على السوق، زين هذا المواطن الفقير تمانسينه، انتم جاي تحصلوا ملايين دولارات او ملايين بناء الزاويه، وهذا صغير ضار بالدار وبالتجاوز وبالطيب. يعني احنا نشوف لو تطلع سعدنا البابل ناحيه القاسم يرسى لها هذا المغطين شاف انه بحيرات فقر بشاريع، فقر برصيف، فقر بمجاري، كل المواطن تحمله هاي، شنو ذنب المواطن؟ شنو ذنب المواطن؟ والله العظيم تعبنا، والله العظيم تعبنا، وجاي نسلح احنا فشله من الدول هاي، ونوصف احنا غلط، رجعنا احنا للعشرينات، رجعنا نفس الثلاثينات يعني، ونشوف بالارشيف على اليوتيوب العشرينات الثلاثينات احسن من وضعنا حاليا، احسن من وضعنا حاليا، ليش مع الاسف؟ مو حكمتونا انتم اهلنا واخوتنا وصاروا من فئتنا خاصه احنا خاصه بينا، ليش رجعتونا لورا؟ احنا ام اخوتكم مال الشعب الشوير يعني شوفونا بعين الاعتبار، مروتكم شوفونا بعين الاعتبار، ترى شغلتنا يرثى لها وتعبنا تعبنا، يجينا ناس يخلف لنا 1000 امام و1000 قران، اجيكم بكم خرج قالوا راحوا بعض ما جانا. يا استاذ عزيز اشكركم لو اخذتكم من الصبح انا مشكورين. لا بالعكس على راسنا وانت وكل المواطنين وكل اللي يتابعونا. احنا دائما نقولها احنا هذه الفقره وغيرها راي الناس وراي المواطن هو اللي دائما اللي ناخذه بعين الاعتبار واحنا نحاول انه نوصله لكل الجهات المعنيه والمختصه بهذا الامر حتى اصحاب القرار اللي درسوا واللي اتخذوا هذا القرار اليوم احنا نطرح على الراي العام ونشوف راي الناس لان هو الاهم من كل هذا. دعواتنا لكم بالصحة والعافية والرزق يا رب للجميع، يعني مشاكل الناس كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وذكروا النفط وذكروا الإيجارات والمولدات، وأنا حكيتها سبحان الله. ترى اليوم مشاهدينا ببداية مشوارنا الصباحي سلطت الضوء على موضوع المولدات والقرارات اللي صدرت، وشفنا المنشور واضح على موقع قناة رشيد، تقدرون تروحون تزورون الموقع بالفيسبوك وحتى بالانستغرام، شوفوا مانشيت موضوع واضح وصورة لأمين بغدادي وحدد التسعيرة، واللي يخالف هذا الأمر ممكن أنه يقدم شكوى، وأكو أرقام ساخنة ممكن أنه تتصل عليها وتقدم شكوتك. بعد ماكو التغافل عن هذه الأمور اللي تضر بمصلحة المواطن وتحديدا المواطن العراقي البسيط والفقير. مشاهدينا مستمرين مع باقي فقرات برنامج يوم جديد، فاصل وبعد راجعين معكم.